اللهم اجعل لي نورا. سن البلوغ. جلس نادر في النادي مع صديقه محمود، يتبادلان أطراف الحديث ويمزحان، محتفلان بالتخرج في الجامعة وبدء حياتهم العملية فعلياً، وهما في 22 من العمر. وهنا بدأ محمود السؤال: لماذا أصررت على اللقاء هنا اليوم في النادي وأنت تعلم أنني لا أحب هذا المكان تحديداً يا نادر؟ كان من الممكن أن نلتقي في منزلي. رد نادر بسرعة: يمكننا الذهاب إلى منزلك، ولكن بعد مقابلة حازم ابن عمي الصغير، فقد عاد لتوه من بلاد الأجانب وسيأتي مع أبي إلى هنا الآن. كل ما علينا هو الترحيب به واستقباله، ومن ثم الرحيل مباشرة. قال محمود في دهشة: من ابن عمك هذا؟ أنت لم تأتي على ذكره سابقاً، ولا يبدو لي أنك تحبه. قال نادر: لا أكرهه ولا أحبه، لقد فارقنا هو وأبوه عندما كان في 9 من العمر وهاجر، وهو أصغر مني ب3 سنوات، ولكنه هاجر مع والده وانقطعت أخباره لفترة طويلة، ولا أتواصل معه إلا من خلال المراسلات مع عمي من حين إلى آخر، والآن ها قد عاد إلى هنا، وأبي ذهب لاستقباله في المطار، وسوف يأتي به إلى هنا للغداء في النادي. قال محمود: أبوك قادم بالفعل، هل هذا ابن عمك؟ يبدو رجلا في تلك الحلة. تلفت نادر بسرعة ليجد ابن عمه حازما قد تغير كثيرا، فهو يرتدي حلة أنيقة، وقد هندم لحيته الصغيرة وشعر رأسه الناعم، ويتحرك إلى جوار والده في ثبات وثقة وفخر. بمجرد أن اقترب حازم وعمه من المكان، قام نادر ومحمود للمصافحة والترحاب. وقال نادر وهو يتأمل حازما: حازم، لا أصدق ما أراه، لقد كبرت وتغيرت كثيرا. كم عمرك الآن يا فتى؟ أنت تبدو في 25 على الأقل. ضحك حازم وقال: ابن عمي نادر، كيف حالك يا رجل؟ وأنت كذلك تغيرت كثيرا، فلقد مرت علي السنوات ذاتها التي مرت عليك، ولكنك تبدو فعلا أصغر من سنك، وسيما وأنيقا. قال والد نادر: بل قل يبدو طفلا إلى الآن. هل تتصور يا حازم أن ابن عمك هذا تخرج في الكلية منذ شهر، وإلى الآن لم يلتحق بأية وظيفة، ولم يعمل عملا واحدا؟ ظهرت نظرات الدهشة على وجه حازم بينما جلس الجميع متحلقين على الطاولة ذاتها في النادي، وأشار محمود إلى النادر بالحضور، وجلس والد نادر. ونادر الذي قال بسرعة: بالفعل تخرجت في الجامعة منذ شهر، ولكن الشهادة ظهرت وخرجت إلى النور الآن، وبداية من الغد سنبدأ أنا ومحمود في البحث عن عمل. قال محمود: بالفعل يا عمي، لقد حصلنا على الشهادة أمس فقط، ولم يكن لنا أن نتقدم إلى أي وظيفة أو عمل إلا بعد الحصول على الشهادة وتصديقها. قال حازم متعجبا: معذرة، ولكن ما علاقة الدراسة بالعمل؟ ألم تكن تعمل يا نادر أثناء الدراسة؟
رد نادر بسرعة، لا يمكن للإنسان أن يعمل إلا بعد التخرج، كما أن الدراسة تحتاج إلى تفرغ. قال حازم في صدمة: ماذا تقول يا ابن عمي؟ أنا ما زلت طالبا في جامعة دولية أقوم بدراسة الصيدلة، ولكنني كذلك صاحب واحدة من شركات البرمجة، وأنا ما زلت في 19، ولي حسابي المالي المستقل، ويعمل لدي 5 من الموظفين، وأعيش في منزل مسجل باسمي بعيدا عن منزل أبي بسبب ابتعاد الجامعة ومكان عملي عن مكان إقامة العائلة، كما أنني الآن قد عقدت على واحدة من الطالبات المسلمات متدينة وطيبة السمعة والنسب، وسوف نتم الزواج إن شاء الله خلال شهور. سقطت كلمات حازم كالجبال على رأس محمود ونادر الذي فتح فاه في دهشة وتعجب، بينما ظهرت ملامح الأسى على وجه الوالد الذي قال بسرعة: بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. هل رأيت يا نادر؟ ألم أخبرك أن تتدرب العديد من المهارات الإضافية وتعمل بها حتى تساندك في فهم الحياة العملية قبل التخرج؟ قال محمود: معذرة يا حازم، كيف تمكنت من كل هذا وأنت في 19؟ قال حازم وهو يشرح: الأمر بسيط جدا في بلاد الغرب، بعدما هاجرت وجدت أن الأطفال يعملون في الصغر ويحثهم المجتمع على العمل إلى جوار الدراسة، وكان والدي وما زال متمسكا بالتدين ويخاف أن ننجرف في المجتمع الغربي فنتحول أو ننسى الدين، فكان يحثنا على الاقتداء بصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلمنا أن الصحابة والغلمان في زمن الصحابة كانوا يتحملون المسؤولية ويتزوجون بمجرد وصولهم إلى سن البلوغ. وهكذا بدأت في سن صغير أعمل في مهن بسيطة إلى جوار المدرسة، وكانت المدرسة تحرص على دعم الأنشطة التجارية للطلبة، وقد قمت بالعديد من المشاريع البرمجية في المدرسة مع أصدقائي، حتى إننا كنا نمكث إلى 10 مساء فحصلنا على مبالغ تشجيعية من الشركات التي تدعم الأفكار الريادية، حتى استطعت من خلالها فتح مشاريع الخاصة، فقد وجدت في نفسي الشغف بالبرمجة، وساعدتني المدرسة في إنشاء نادي البرمجة، وكنت أقوم مع العديد من الأصدقاء في المدرسة لتنفيذ مشروعات بسيطة، ويتحول الربح إلينا شيئا فشيئا، وهكذا، حتى بمجرد أن وصلت إلى 16 فكرت في تأسيس شركة برمجة أثناء دراستي، وبدأت حياتي العملية. قال محمود: مهلا، هل تقول إنك تنفق على نفسك منذ 16؟ رد حازم بسرعة وقال: بل قبل 16 بالفعل، فكما تعلمون في كثير من المجتمعات الغربية إذا ما بلغ الولد 16 يتم بدء تخليه عن فكرة السكن في بيت الوالد حرفيا، يتحمل مسؤولية نفسه ويلتحق بالجامعة، وغالبا ما يعمل الطالب إلى جوار الدراسة في الجامعة لينفق على نفسه، ولهذا تجدهم يهتمون بصناعة شباب يقودون أنفسهم ومجتمعاتهم نحو الأفضل. فالأمر يا محمود يرجع إلى طبيعة المجتمعات، هل تسمح للطالب أو الشاب أن يقوم بالعمل؟ وهل تتقبل فكرة تحمل مسؤولية الشباب في سن مبكرة بالإضافة إلى التعليم في المجال الذي يرغب فيه؟ ولا أدري ما المانع من الاستفادة من الطاقات الشبابية في أسرع وقت ممكن؟ فقد كان أبو طيبة الطبيب الذي يقوم بالحجامة للنبي صلى الله عليه وسلم في بداية سن البلوغ، وكان أسامة بن زيد قائدا لجيش فيه أبو بكر، وكان أسامة زوجا رائعا لامرأة طلقت من زوجها 3 تطليقات، ولكنها سرت كثيرا في حياتها الزوجية مع أسامة، فقد رباه النبي صلى الله عليه وسلم على إتقان فنون العشرة الزوجية. قال والد نادر مازحا: هل رأيت الدلال الذي كنت تعيش فيه يا نادر؟ ليتني أجبرتك على العمل عندما بلغت 16. قال محمود مجيبا على كلام والد نادر: يا عمي
ليتك فعلت، وليت أبي فعل هذا فعلا، فلقد ضاعت سنوات العمر الأجمل في سجن دراسي فقط. ولكن هل كان المجتمع والناس ليدعمنا في هذا؟ هناك في الخارج يمهدون للطفل كيف يصبح رجلا يتحمل المسؤولية ليبدع لأمته، وحتى تصير أممهم أمما صناعية منتجة لا مستهلكة، بينما نحن هنا لا نجد أي دعم في ذلك، بل نجد قيودا على كل شيء. لقد حاولت فقط الحصول على تدريب من أجل صقل خبرتي في فترة الدراسة الجامعية، وكانت النتيجة قيودا حول رقبتي، فلا توجد جهة تدعم تدريب الطلبة، بالإضافة إلى الأسعار الباهظة للمراكز التدريبية. حتى إن من تخرجوا قبلي لم يجدوا إلى الآن فرص عمل مجدية، وكثير منهم لم ينتبه إلى التقصير وعدم اكتساب المهارات إلا في السنة الأخيرة من الجامعة. رد نادر وقال: حازم نموذج رائع مدهش، وهو حالة نموذجية يجب أن يتم الاقتداء بها، ولكن هذا النموذج يحتاج إلى مجتمع واع وآباء وأمهات راشدين. لقد تمكن حازم من الإنجاز لأنه وجد تربة خصبة داعمة له، ونحن فشلنا في هذا لأننا نحاول التأقلم مع التربة والبيئة والمجتمع الذي نحيا فيه. قال حازم وقد شعر أنه قد ضغط على أعصاب الجميع: نادر ومحمود لديهم كل الحق يا عمي فيما قالا، المجتمع هنا لا يقدم للشباب أي نوع من الدعم ليستثمروا شبابهم وطاقاتهم وإمكاناتهم، بل لا يتيح المجتمع بنظرته إلى الشباب دون 20 فرصة تحمل المسؤولية وفتح بيت الزوجية. وإن كنت قد حققت شيئا مما ترونه فهو لأنني وجدت ذلك الدعم الذي حرمتم منه هنا في مجتمعاتكم. اللهم اجعلني نورا. يضيع العمر من كفي شباب ويهرب سارقا منهم سنينا، فإن وصلوا لخمسة عشر عاما دعوهم جامعات يدخلون. أعز الله دين الحق دوما وبارك في شباب المسلمين. اللهم اجعلني نورا. جاء في صحيح مسلم عن ابن عمر قال: عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة، حدثته هذا الحديث فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير. فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن 15 سنة، ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال. اللهم اجعلني نورا. إن تقصد إهمال سن البلوغ في الحكم على انتقال الذكور والإناث من مرحلة الصبوة إلى مرحلة الفتوة والشباب والقدرة على الإنجاز فيه إضاعة للكثير من الأوقات، وفيه إهدار لكثير من القدرات والطاقات. فما يضيرنا لو كانت المرحلة الثانوية في سن 15 بدلاً من 18، وما يضيرنا لو بدأ القبول في التخصصات الجامعية من سن 15، فأولادنا زهرة وشجرة مثمرة نستطيع أن نبكر برؤيتها تثمر بشكل أسرع بغرسها ثم سقيها سريعاً. ولماذا نحبسهم 3 أو 4 سنين إضافية رغم قدرتهم على الإنجاز؟ فهم ثمرة الفؤاد، ويفرح كل أب وأم حين يرون أبناءهم وبناتهم
قد سارعوا في بلوغ القدرة على السعي وتحمل المسؤولية. ولماذا نحرم الشباب حق الاستمتاع بالبدء والإبداع والإنجاز والدراسة لتخصصات علمية ومهنية في أكثر فترات فتوتهم جمالاً؟ اللهم اجعلني نوراً. لأخذ الدين طرق فاتبعها، وعنها لا تحد كالحائدين. لأخذ الدين طرق فاتبعها، وعنها لا تحد كالحائدين. دع استبصار قوم دون وحيا، ودعهم إنهم متحذلقون. ولا تقبل كلام الواضعين، ومن قول الإله يخالفون. ومن قول الإله يخالفون. وكن معهم ليرتدعوا شديدا، ولا تبدي لهم لطفا ولينا. أمام الوحي شخصا لا تقدم، ولو قالوا إمام العارفين. ولو قالوا إمام العارفين. عقاب السامري بلا مساسة، أتاه ببدعة فغدا مهينا. ولا تخدع بمشهور بليغ، فإن القول قول العالمين. فكم من عالم ما حاز صيتا، ولكن من كبار راسخين. ولكن من كبار راسخين. وفكر وانقد الأقوال دوما، فإن الكاذبين مزينون. تقدم نحو وحي دون خوف، ودع قول الذين يضللون. فهيا عظموا يا مسلمون كلام الله خير القائلين. كلام الله خير القائلين. وأعلوا شأن علم الشرع فيكم، وأعلوا من به يتخصصون. وأعطوا أعلم العلماء قدرا عظيما، واجعلوهم مكرمين. وبالقرآن لا بالمال أو بالوجاهة زوجوا المتقدمين. وإن علمتم في الشرع شيئا، فكونوا عاملين مطبقين. فكونوا عاملين مطبقين. وحرصا دائما من شر قوم بأفواه النفاق مجادلين. عجبت لمن بأقسام الحديث، عجبت لمن بأقسام الحديث وتفسير الهدى يتخرجون. وما بحديث أحمد قد أحاطوا، ولا التفسير فيما يدرسون. يضيع العمر من كفي شباب، يضيع العمر من كفي شباب. ويهرب سارقا منهم سنينا، فإن وصلوا لخمسة عشر عاما دعوهم جامعات يدخلونا. أعز الله دين الحق دوما، وبارك في شباب المسلمين. وبارك في شباب المسلمين. موقع لي نور الإلكتروني www.linur.com. اللهم اجعلني نوراً.